تحية سامي فيتنس ومازن نرى العزة السامي. بعد ردة الفعل الإيجابية اللي حصلت عندنا من هذه المستويات اللي احنا ملاحظين لسه عمل لنا تصحيح مكتمل وارتد من مستويات الجنيه 70، وكان عمل لنا تصحيح واضح جدا على شكل بي سي، نزل عمل لي ايه وصعب بي ونزل بي سي اللي كانت على شكل خماسي، وشفنا موجة خماسية قوية جدا، نتوقع تصحيح ما قبل تكملة الاتجاه الصعب. اهم حاجه للسهم ان السهم ما كسبليش مستويات الجنيه 70، ولكنها تتعزز النظره الايجابيه بالايجاب مع اختراق مستويات ال 2 جنيه و40 قرش اللي اخترقها بقوه، يتعزز النظره الايجابيه بالنسبه لنا اكتر وقت. لو نزلت على فريمات صغيره، وخلينا نمشي على فريم ال 15 دقيقه، هنلاقي اعتقد ان التصحيح او الشك على النهايه، خصوصا لو لاحظنا هنلاقي المنطقه اللي هنا بالنسبه لنا اللي دخل فيها البياع لاخر موجه، اعتقد حافظنا عليها، ولكن حتى الان بننتظر رده فعل ايجابيه وتصحيح. اعتقد انه خلصان، ولكن عايزين إشارة واضحة للدخول بالنسبة لنا. حتى الآن الإشارة دي ما حصلتش، ولكن ما زلنا نتداول أعتقد فوق دعم مهم جدا. الدعم ده مش هيتكسر، أو في الخسارة اللي عند مستويات الجنيه و 80 قرش مش هيتكسر، ولكن هو في الخسارة المفروض يفضل هنا لحد اختراق القمة، لأننا قد نشهد تصحيح قوي للموجة اللي احنا فيها ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، ولكن النظرة لسه ما زالت إيجابية وإيجابية جدا. لو السهم ارتد من هذه المستويات اللي احنا عندها وما نزلش تاني، واحنا ده بنقول لو، بنفترض ان حتى الان السهم ما اداناش اشاره، هنلاقي نفسنا رايحين لحد مستويات ال 200 ل 261 فيبو. اعتقد ان اول هدف بالنسبه لنا والاهم على السهم في الوقت الحالي هو الهدف ده اللي هو قريب من مستويات ال 138 فيبو، ولكن اعتقد ان السهم الهدف بتاعه قد يصل لمستويات ال 2 جنيه ونص، وقد يتعلق لحد مستويات ال 3 جنيه و90 الى مستويات ال 4 جنيه. يعني اعتقد ان السهم ما زال له اهداف كبيره. خلينا نمشي مع السهم خطوه بخطوه. اول هدف بالنسبه لنا هو اختراق المنطقه المفتاحيه اللي بالنسبه لنا مهمه اللي عند مستويات ال 138 فيبو، اللي اتوقع بعد كده قد نشهد مستويات ال 200 ل 261 فيبو كهدف لكل الدوره السعريه، وما زالت النظره ايجابيه لسه، ولكن ما زلنا ننتظر اختراق القمه السابقه بزخم قوي، او على الاقل المنطقه المفتاحيه اللي هنا اللي عند مستويات ال 2 جنيه و 38 قرش. وبالتوفيق.